السلام عليكم. اهتزت الساحة الرياضية من جديد اليوم الأربعاء. وقع خبر صادم وفاجع لما راح ضحيتها مدرب جزائري. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قال أحد الناشطين على الفيسبوك منذ قليل: لقد تلقينا فاجعة وخبر مؤلم في وفاة السيد محمد خديم والمدعو عبروق، وهو حارس مرمى سابق ومدرب سابق أيضا لحراس مولودية وهران ومدرب حراس فريق مرسى الكبير من الكتاكيت إلى الأكابر، وكون عدة أجيال من الحراس. الضحية توفي غرقا بشاطئ الصخرة العجوز بمدينة عيون الترك بولاية وهران، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.